بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الأول متوسط، أرحب بكم جميعاً. معكم من متوسطة الجامعة الأهلية الأستاذ علي فالح العنزي في مادة العلوم، ودرسنا اليوم بعنوان الحبليات ومجموعاتها. في هذا الدرس الأهداف: أولاً، تحدد الخصائص العامة للحبليات. ثانياً، تحدد الخصائص العامة المشتركة للفقاريات كلها. ثالثاً، نوضح الفرق بين الحيوانات المتغيرة درجة الحرارة والحيوانات الثابتة درجة الحرارة. هناك فرق بين الحيوانات المتغيرة درجة الحرارة باستمرار، وهناك حيوانات ثابتة درجة الحرارة تقريباً. رابعاً، خصائص أنواع الأسماك. هناك أنواع أسماك كثيرة، راح نتعرف على خصائصها معاً. خامساً، تصف كيف تكيفت البرمائيات للعيش في الماء وعلى اليابسة. من المعروف أن البرمائيات تعيش في الماء وتخرج إلى اليابسة، فسوف نعرف في هذا الدرس كيف تكيفت أن تعيش في الماء وتخرج أيضاً إلى اليابسة. أيضاً سوف توضح ماذا يحدث خلال تحول الضفدع. وأخيراً، تحدد التكيفات التي تساعد الزواحف في العيش على اليابسة. أهمية هذا الدرس أعزائي الطلاب: للإنسان والفقاريات هيكل عظمي داخلي يوفر لأجسامها الصلابة ويحمي أعضاؤها الداخلية، وتمتاز البرمائيات بحساسيتها تجاه التغيرات البيئية. يعني ذلك أنه أي تغير في البيئة المحيطة في البرمائيات راح تنعكس على تلك البرمائيات، لأنها حساسة تجاه البيئة. وهذا يساعد إخواني وأعزائي الطلاب على تحديد وتشخيص مشكلاتنا البيئية. في الدرس نشرح الحبليات، ثم ننتقل إلى الأسماك، ثم نتعرف على أنواع الأسماك، ونأخذ جولة في البرمائيات، ونتعرف على خصائص البرمائيات، ثم ننتهي في الزواحف. أولاً، الحبليات. ماذا تعني بالحبليات؟ الحبليات مجموعة من الحيوانات تمتاز بثلاث خصائص مشتركة تظهر خلال نموها، وهي: واحد، امتلاك حبل ظهري. اثنين، حبل عصبي. تمتلك الحبليات حبل عصبي. ثلاثة، شقوق بلعومية. وراح نتعرف على ما هي أو ما هو الحبل الظهري والحبل العصبي والشقوق البلعومية. واحد، الحبل الظهري حبل رفيع يمتد على طول جسم المخلوق الحي أثناء نموه. اثنين، الحبل العصبي في معظم الحبليات
إخواني الطلاب، يتغير أحد طرفي الحبل العصبي ليتكون الدماغ. 3، الشقوق البلعومية، فتحات تصل تجويف الجسم بالبيئة المحيطة به. أعزائي الطلاب، صنف العلماء 42,500 نوع من الحبليات إلى 3 مجموعات رئيسية، وهي أولاً الرأس حبليات، 2 الذيل حبليات، 3 وهي أكبر مجموعة إخواني الطلاب وهي الفقاريات، وسوف نكتفي بدراسة الفقاريات وهي أكبر مجموعة صنفها العلماء من ضمن الحبليات. الحبليات تنقسم إلى 3 أقسام: الكيسيات، السهميات، والفقاريات. راح ناخذ يا شباب ونركز على الفقاريات، وهي تنقسم إلى 5 أقسام: أولاً الأسماك، ثانياً البرمائيات، ثالثاً الزواحف، رابعاً الطيور، وخامساً الثدييات. راح ندرس إخواني الطلاب أيضاً في هذا الدرس الأسماك وأنواعها وأقسامها، وأول قسم اللافكيات، والقسم الآخر الأسماك القضروفية، والقسم الثالث الأسماك العظمية. أولاً الفقاريات، ما هي الفقاريات؟ هي مجموعة من الحيوانات تشترك بالخصائص التالية، ركز معي أخي الطالب، هي مجموعة من الحيوانات تشترك بالخصائص التالية: أولاً لها جهاز داخلي عظمي يسمى الهيكل الداخلي أو الهيكل العظمي، الذي يوفر لأجسامها الصلابة ويحمي أعضاؤها الداخلية. فمثلاً تحيط الفقاريات بالحبل العصبي وتحميه، أو تحيط الفقرات، فقرات الظهر أو فقرات العمود الفقري، تحيط بالحبل العصبي وتحميه، وتحيط الجمجمة أيضاً بالدماغ فتحميه. فهذه هي أهمية الجهاز الداخلي العظمي. 2، لها عضلات تتصل بالهيكل العظمي لتجعل الحركة ممكنة. لا بد أن يكون هناك عضلات لتجعل الهيكل العظمي قادراً على التحرك. 3، معظم الفقاريات متغيرة درجة الحرارة، وبعضها مثل الطيور والثدييات ثابتة درجة الحرارة. أرجو التركيز، معظم الفقاريات متغيرة درجة الحرارة، وبعضها مثل الطيور والثدييات ثابتة درجة الحرارة. أمامنا عزيزي الطالب الهيكل الداخلي أو الهيكل العظمي، وأمامنا العضلات التي تساعد الهيكل الداخلي أو الهيكل العظمي على الحركة. أخي الطالب، راح نتعرف على الحيوانات المتغيرة درجة الحرارة. هي حيوانات تتغير درجة حرارة أجسامها مع تغير درجة حرارة البيئة المحيطة بها. معنى ذلك إذا تغيرت درجة حرارة
الأجواء المحيطة بها أو البيئة المحيطة بها سوف تتغير درجة حرارة تلك الحيوانات، ومثل ذلك الأسماك والبرمائيات والزواحف. الأسماك والبرمائيات والزواحف. ثانيا، الحيوانات الثابتة درجة الحرارة، وهي حيوانات درجة أجسامها ثابتة لا تتأثر بدرجة حرارة البيئة المحيطة بها مثل الطيور والثدييات. إذن الحيوانات الثابتة درجة الحرارة مهما تغيرت الأجواء المحيطة بها أو البيئة المحيطة بها فلن تتغير درجة حرارتها. وهذا هو الفرق الرئيسي بين الحيوانات المتغيرة درجة الحرارة والحيوانات الثابتة درجة الحرارة. يمكن تقسيم الفقاريات إلى مجموعات أصغر، وهي ذكرتها في السابق عزيزي الطالب، الأسماك والبرمائيات والزواحف والطيور والثدييات. أولاً، الأسماك هي حيوانات متغيرة درجة الحرارة تعيش في الماء، إذن هي حيوانات يجب أن نركز أنها حيوانات متغيرة درجة الحرارة. تملك خياشيم وهي أعضاء تستبدل ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين. إذن تستبدل ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين من الماء المحيط بها، وهي عملية تنفس لدى الأسماك، ولها زعانف تساعد على التوازن والتوجيه والحركة، ولمعظمها قشور تغطي جلدها وتحميه. إذن الخياشيم، ما هي الخياشيم؟ الخياشيم عضو يسمح للمخلوقات التي تعيش في الماء بتبادل الغازات بحيث تحصل على الأكسجين المذاب في الماء، تحصل على الأكسجين المذاب في الماء وتتخلص من ثاني أكسيد الكربون، وهي عملية التنفس لدى الحيوانات التي تعيش في المياه. هناك ثلاث مجموعات رئيسية للأسماك. أولاً الأسماك العظمية، مثل الهامور، الأسماك اللافكية، أمامنا مثال على الأسماك اللافكية. ثالثاً الأسماك الغضروفية، مثل سمك القرش، أولاً النوع الأول من الأسماك، الأسماك العظمية، هي أسماك لها هيكل عظمي وتشكل قرابة 95% من الأسماك، يعني ذلك أن غالبية الأسماك هي من الأسماك العظمية. من أمثلتها يا شباب الهامور والشعور. ثاني، تنساب عبر الماء بسهولة بسبب تركيب جسمها الخارجي وقشورها المغطاة بطبقة من المخاط ومثانة البلعوم، وراح نتعرف يا شباب على مثانة البلعوم. مثانة البلعوم هي أكياس هوائية تساعد على التحكم في العمق الذي تسبح فيه السمكة عن طريق ملء الكيس أو إفراغه من الغازات. عند ملء الكيس بالغازات تصعد الأسماك إلى الأعلى، وعند إفراغ الكيس من الغازات تعوم الأسماك إلى الأسفل. رابعا، تتكاثر الأسماك عن طريق الإقصاب الخارجي، تتكاثر الأسماك العظمية عن طريق الإقصاب الخارجي، حيث تطلق الأنثى في الماء أعداداً هائلة من البيض،
ثم يسبح الذكر مطلقا حيواناته المنوية فوقها فيتم التخصيب. إذا لو سألتك عزيزي الطالب كيف يحدث التكاثر في الأسماك العظمية؟ الإجابة ببساطة هي تتكاثر عن طريق الإخصاب الخارجي. أمامنا يا شباب مثانة البلعوم وهو الكيس الذي يمتلئ بالغازات عندما تريد أن تصعد السمكة العظمية إلى الأعلى، ويخرج منه الغاز عندما تريد السمكة الغوص إلى الأسفل. التكاثر عن طريق الإخصاب الخارجي، حيث تطلق الأنثى في الماء أعداد هائلة من البيض، ثم يسبح الذكر مطلقا حيواناته المنوية فوقها فيتم الإخصاب. أمامنا صورة توضح الإخصاب الخارجي. 2. النوع الثاني من الأسماك اللافكيات. اللافكيات يا شباب، اللافكيات. تتميز هذه الأسماك بجسم أنبوبي طويل غير مغطى بالقشور، عكس الأسماك العظمية غير مغطى بالقشور، وهيكل غضروفي وفم بلا فك، يحتوي على تراكيب تشبه الأسنان، ويتطفل على الأسماك الضخمة. إذن هو متطفل على الأسماك الضخمة بتثبيت نفسه عليها والتغذي على دمها. من أمثلتها يا شباب سمك الجلكي، من أمثلتها سمك الجلكي. أمامنا يا شباب سمك الجلكي. الأسماك الغضروفية النوع الثالث من الأسماك. أسماك لها هيكل غضروفي وفكوك متحركة، إذن لها فكوك يا شباب وفكوكها متحركة وقشور خشنة كورق الصنفر وأسنان حادة ومعظمها مفترس، مثل ما ذكرنا أبرز أمثلتها سمك القرش والشبنين. الغضروف يا شباب نسيج مرن يشبه العظم، ولكنه أكثر مرونة وأقل قساوة. أمامنا سمك القرش وهو نوع من أنواع الأسماك الغضروفية. هذه أنواع من الأسماك الغضروفية. إذن يا شباب أمامك جدول، المطلوب أن تكتب الأسماك العظمية، هل تمتلك قشور؟ ما نوع هيكلها؟ هل تمتلك فكوك مثانة البلعوم؟ وكذلك في الأسماك الغضروفية، وكذلك في الأسماك اللافكية. البرمائيات هي حيوانات متغيرة درجة الحرارة، هي حيوانات متغيرة درجة الحرارة، تقضي جزء من حياتها في الماء والجزء الآخر على اليابسة. من تكيفات البرمائيات البيات الشتوي، وهي فترة الخمول أثناء الطقس البارد، وهي فترة الخمول أثناء الطقس البارد. 2. البيات الصيفي، هي فترة الخمول أثناء الطقس الحار والجاف. إذن من الاسم أعزائي الطلاب، البيات الشتوي هي فترة الخمول أثناء الطقس البارد، والبيات الصيفي هي فترة الخمول أثناء الطقس الحار والجاف. تمتاز بوجود أرجل قوية تساعدها على القفز والسباحة. ومن أشهر أمثلة البرمائيات الضفدع والسمندر. تتنفس البرمائيات مكتملة النمو بواسطة الرئات
والجلد الرطب بدلا من الخياشيم من الحواس التي تكيفت في البرمائيات لتمكنها من العيش في اليابسة. وجود طبلات أذن وعينان كبيرتان ولسان طويل ولزج قادر على الاندفاع بشكل خاطف للإمساك بالحشرات وسحبها بسرعة إلى داخل الفم. أمامنا أمثلة على البرمائيات. الضفدع من أشهر البرمائيات. أمامنا البيات الشتوي. أمامنا البيات الشتوي وهو فترة الخمول أثناء الطقس البارد. وأمامنا الضفدع في بيات صيفي وهي فترة الخمول أثناء الطقس الحار والجاف. كما ذكرنا أعزائي الطلاب أن الضفدع يمتلك لسانا طويلا ولزجا للإمساك بالحشرات والتغذي عليها، وأمامنا مثال يوضح ذلك. دورة حياة البرمائيات: تضع الأناث البيوض في الماء، بعد ذلك يفقس البيض المخصب وتخرج منه يرقات تسمى أبو ذنيب. تعيش في الماء وتتنفس من خلال الخياشيم، ومع مرور الزمن يتطور تراكيب أجسامها بحيث تتناسب مع الحياة على اليابسة، فتتكون الأرجل وتتكون الرئات ويختفي الذيل وتتحول لضفدع كامل النمو. إذن أمامنا يا شباب اليرقات وهي تسمى أبو ذنيب، تحولت إلى ضفدع كامل النمو. دورة حياة الضفدع. دورة حياة الضفدع: عندما تكون البويضات داخل الماء ومخصبة، ننتقل إلى أن تخرج إلى اليرقات وتسمى أبو ذنيب، ويكبر وتكبر اليرقات شيئا فشيئا فيختفي ذيلها إلى أن تصبح ضفدعا كامل النمو. الزواحف هي حيوانات متغيرة درجة الحرارة، تعيش عادة طوال حياتها على اليابسة. إذن معظم حياتها تعيش على اليابسة، ولها جلد جاف وحرشفي. تتنفس الزواحف عن طريق الرئات طوال حياتها، إذن هي تتنفس على اليابسة. الزواحف أنواع مختلفة، فمثلا السلاحف لها صدفة صلبة للحماية، والتماسيح زواحف مفترسة تعيش في الماء أو بالقرب منها، وبعضها مثل السحالي والأفاعي تستخدم لسانها في شم البيئة المحيطة بها. جلد الزواحف سميك وجاف وحرشفي، يقلل من فقد الماء من الجسم ويحميها من الإصابات بالجروح. إذن ما فائدة الجلد السميك الجاف الحرشفي لدى الزواحف؟ هو يقلل من فقد الماء من الجسم ويحميها من الإصابات والجروح. إذن هذه السلحفاة وهي من أشهر أنواع الزواحف، تمتلك صدفة لحمايتها من المفترسات. النوع الثاني من الزواحف والمشهور أيضا وهو التمساح، وهو يمتلك جلد سميك حرشفي يحميه من الجروح والإصابات ويقلل
من خروج الماء من الجسم. أمامنا نوع آخر من الزواحف وهي التعابين. كيف تتكاثر الزواحف عزيزي الطالب؟ تتكاثر الزواحف عن طريق الإخصاب الداخلي، عن طريق الإخصاب الداخلي. يجب أن نفرق بين الإخصاب الخارجي والإخصاب الداخلي. في الزواحف يكون الإخصاب داخلي، حيث تلقح الحيوانات المنوية البويضة داخل جسم الأنثى، فينتج بيضاً مغطى بقشور صلبة تحمي الجنين، ويتغذى الجنين على الملح الموجود في البيضة حتى تفقس فيخرج منها الزاحف الصغير مكتمل النمو. إذن أمامنا سلحفاة وهي نوع من أنواع الزواحف تخرج من البيضة. إذن الإخصاب داخلي، وعندما يكتمل الإخصاب تخرج البيضة، وعندما يتغذى الجنين داخل على الملح داخل البيضة يفقس ويخرج الزاحف مكتمل النمو. هذا نوع آخر من الزواحف وهو التعابين، أيضا إخصابه خارجي وخارج من البيضة. ملاحظة: الفرق بالجوهري ما بين البرمائيات والزواحف. الفرق الجوهري ما بين البرمائيات والزواحف: واحد، تتنفس صغار البرمائيات بواسطة الخياشيم ومكتملة النمو بواسطة الرئات والجلد الرطب بدلا من الخياشيم. أما الزواحف فإنها تتنفس عن طريق الرئات طوال حياتها، إذن الزواحف لا تستخدم الخياشيم. 2، تتكاثر البرمائيات عن طريق الإخصاب الخارجي، أما الزواحف عن طريق الإخصاب الداخلي. أسئلة للمراجعة. السؤال الأول: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يلي: تتكاثر الأسماك العظمية عن طريق الإخصاب الخارجي. ما رأيك عزيزي الطالب؟ ضع الإجابة في مخيلتك وسوف نعود إليها. 3، تتكاثر الزواحف عن طريق الإخصاب الداخلي. ما رأيك عزيزي الطالب؟ 3، كل الحبليات تمتلك حبل ظهري وحبل عصبي وشقوق بلعومية. 4، سمك القرش من الحيوانات ثابتة درجة الحرارة. ما رأيك؟ هل سمك القرش من الحيوانات ثابتة درجة الحرارة أم لا؟ 5، الضفدع كامل النمو يتنفس من الخياشيم. الضفدع كامل النمو يتنفس عن طريق الخياشيم. 6، تغوص الأسماك إلى الأعماق عندما تملأ مثانة العوم بالغازات. ما رأيك عزيزي الطالب؟ تغوص الأسماك إلى الأعماق عندما تملأ مثانة العوم بالغازات. ما رأيك عزيزي الطالب؟ أجب عن الأسئلة أو الفقرات في السؤال الأول في ورقة خارجية وسوف نعود إليها. السؤال الثاني: اكتب المصطلح العلمي أمام كل فقرة. فترة الخمول أثناء الطقس البارد، ماذا تسمى فترة الخمول أثناء الطقس البارد؟
2 يرقات تخرج من بيض الضفدع المخصبة بعد أن تفقس، تتنفس بالخياشيم وتعيش بالماء، ماذا تسمى عزيزي الطالب؟ 3 نسيج مرن يشبه العظم ولكنه أكثر مرونة وأقل قساوة، يكون الهيكل الداخلي لبعض الأسماك. نسيج مرن يشبه العظم ولكنه أكثر مرونة وأقل قساوة، ما هو؟ 4 حيوانات متغيرة درجة الحرارة تقضي جزءا من حياتها في الماء والجزء الآخر على اليابسة. إذن هي تقضي جزء من حياتها في الماء والجزء الآخر على اليابسة، ما هي عزيزي الطالب؟ 5 أكياس هوائية تساعد على التحكم في العمق الذي تشبح فيه السمكة عن طريق ملء الكيس أو إفراغه من الغازات، ماذا يسمى هذا الكيس؟ أرجو أن تكونوا قد أحضرتم ورقة وأجبتم على الأسئلة كاملة. الآن نوضح الإجابات. تتكاثر الأسماك العظمية عن طريق الإقصاب الخارجي، صحيح، الأسماك العظمية تتكاثر عن طريق الإقصاب الخارجي. ليه؟ تتكاثر الزواحف عن طريق الإقصاب الداخلي، صحيح، وذكرنا أن الزواحف تتكاثر عن طريق الإقصاب الداخلي، وأعطينا مثالا على ذلك السلحفاة وأيضا الثعابين. كل الحبليات تملك حبل ظهري وحبل عصبي وشقوق بلعومي، صحيح، الإجابة صحيح. 4 سمك القرش من الحيوانات ثابتة درجة الحرارة، خطأ، سمك القرش من الحيوانات متغير درجة الحرارة. الضفدع كامل النمو يتنفس عن طريق الخياشيم، خطأ عزيزي الطالب، والصحيح أن الضفدع كامل النمو يتنفس عن طريق الرئات والجلد الرطب. 6 تغوص الأسماك إلى الأعماق عندما تملأ مثانة العوم بالغازات، خطأ، تغوص الأسماك إلى الأعماق عندما تملأ مثانة العوم بالغازات، هذه العبارة خاطئة، والعبارة الصحيحة تغوص الأسماك إلى الأعماق عندما تفرغ مثانة العوم من الغازات. يجب أن نفرق عزيزي الطالب، متى تغوص الأسماك؟ تغوص عندما تفرغ مثانة العوم من الغازات، وتصعد إلى الأعلى عندما تملأ مثانة العوم بالغازات. لنرى إجابة السؤال الثاني. فترة الخمول أثناء الطقس تسمى البيات الشتوي، وفترة الخمول أثناء الطقس الحار والجاف تسمى البيات الصيفي. 2 يرقات تخرج من بيض الضفادع المخصبة بعد أن تفقس، تتنفس بالخياشيم وتعيش بالماء، وذكرنا أنها تسمى أبو دنيل. 3 نسيج مرن يشبه العظم ولكنه أكثر مرونة وأقل قساوة، يكون الهيكل الداخلي لبعض الأسماك وهو الغضروف، وهو يكون في الهيكل الداخلي لدى الأسماك الغضروفية. حيوانات متغيرة درجة الحرارة تقضي جزءا من حياتها في الماء والجزء الآخر على اليابس، إذن هي البرمائيات. أكياس هوائية تساعد على التحكم في العمق الذي تسبح فيه السمكة عن طريق ملء الكيس أو إفراغه من الغازات، وهي مثانة العوم. شكرا لك عزيزي الطالب. قبل أن أختم نأخذ السؤال الثالث، وهو أذكر مثالا واحدا لكل من الفراغات التالية.
الأسماك العظمية مثل ظهر لديكم وهو الهامون، وذكرناه يا شباب في الشرح أثناء الدرس. 2 اللافكيات، الأسماك تنقسم إلى 3 أقسام: الأسماك العظمية والأسماك اللافكية والأسماك الغضروفية. أريد مثالا على اللافكيات يا شباب، أريد مثالا على اللافكيات. 3 الأسماك الغضروفية، أعطني مثالا عزيزي الطالب على الأسماك الغضروفية. 4 البرمائيات، وذكرنا 3 أمثلة مشهورة للبرمائيات، أريد مثالا واحدا عزيزي الطالب. أيضا أريد مثالا على الزواج، وأريد مثالا على حيوانات متغيرة درجة الحرارة، وهذه مهمة، حيوانات متغيرة درجة الحرارة، وأريد مثالا آخرا على حيوانات ثابتة درجة الحرارة. إذ الأسماك العظمية مثل الهامون، والأسماك اللافكيات مثل الجلد، والأسماك الغضروفية مثل سمك القرش، والبرمائيات مثل الضفدع، والزواحف مثل التمساح، والحيوانات متغيرة درجة الحرارة مثل الأسماك، والحيوانات ثابتة درجة الحرارة مثل الثدييات. شكرا لكم أعزائي الطلاب على حضوركم هذا الدرس، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح.